مرحبا بكم برنامجنا هذا سميرة سكتشن، وقدم لكم أحلى ولذ الوصفات. أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم رح أسوي لكم وصفة من الوصفات التقليدية المشهورة كلش، واللي هي كبة الموصل أو قسم ما يسموها كبة كبار. There will be a short recap in English by end of this episode today, which is going to be a موصل style كبي. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. To purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ, A Baking Journey. You can email me to order directly from me, sjola11@yahoo.com, or you can order from amazon.com. نحن نبدأ أول شيء بتحضير العجين للكبة. سو هنا أنا عندي جريش، اللي هو جريش يسموه رقم واحد، جريش ناعم يكون بحويبات بيضة. طبعا غسلته، صفيت من عنده المي، رح أخليه في إناء مثل هذا. هنا أنا عندي برغل ناعم نفس هذا اللي نستعمله للتبولة. دا استعمل نفس الكمية من الجريش والبرغل، كوب ونصف كوب ونصف. هذا من غسلته و نشفت من المي، بس راح اضيف لهم كمية مي زينة حتى ننقعها لمدة 15 الى 20 دقيقة. على ما ننتظر على البرغل والجريش حتى يتنقع، راح نروح نحضر الحشوة. نبدي اول شيء نحمي قليل من الزيت في مقلاة مثل هذه. الزيت حمى، راح نضيف البصل، راح نحمس البصل بس حتى يلين شوية. البصل لان، راح نضيف البهارات والملح، نحرك لمدة دقيقة دقيقتين. راح نطفي النار ونضيف اللحم. بنستعمل لحم شوية بكمية دهن، مو هواية، ويكون مفروم خشن. أنا مسجلة حلقة سابقة لعمل هذه الكبة، بس بهيج الحلقة أنا طبخت مرات أطبخه طبخ كامل اللحم، بس هالمرة راح أشوفكم الطريقة بلا ما نطبخ اللحم. بس حمسنا البصل. الطريقتين زينة، سأنتوا بقت يومكم يا تعجبكم. بس نحرك شوية حتى ينخلط اللحم كل الزين، البصل والبهارات والملح. خلطنا اللحم كل الزين، هسا راح نتركه حتى يبرد شوية. هنا أنا عندي لحم اللي راح أخلطه ويا البرغل والجريش لتحضير العجينة مال الكبة، وهذا اللحم يكون مفروم ناعم كلش وما به أي دهون. حخليه في إناء العجن، راح أضيف الملح، راح أصفي البرغل والجريش من الماء اللي نقعنا به، راح اخذ كمية من عنده وعصر الماء من عنده. وعصر راح اعجنه بيدي اول شيء وبعدين اكمله بالماكينة. طبعا قبل كانوا يستعملون الهاوة حتى يدقوا ويحصلون العجينة، بس طبعا هسه هنا راح نستعمل الفود بروسيسور حتى تكون اكثر سهلة وبطريقة مضمونة كلش. هسه نعجن كل زين وراح نكمل عجنة بالماكينة. طبعا مثل ما تشوفون الكمية هاي هواية، يا حتى نخليها كلها مرة واحدة بالفود بروسيسور. صراحة قسمها لأربعة إلى خمس أقسام، نريد نخلي كميات قليلة كلش حتى ينعجن كل الزين. الجزء نخلي في إناء مثل هذا ونكمل تحضير العجين
لبقية الخليط بنفس الطريقة. هسه الخليط كله نعجن كل الزين وحاضر يا حتى نبدي نفتح. هسه لفتح العجين عندي هنا مي وبيثلج، راح ابلل المكان شويه. عندي هنا اكياس نايلونيه فتحتها، طبعا كل ما تكون ثخينه كل ما احسن وتسهل شغلكم. السيران راب ما راح يفيد، ما راح يعني طبعا صعب راح يكون كلش فتحها. سو كل ما عندكم اكياس هيك تكون نظيفه وكلش تكون ثخينه كل ما احسن. سو انا بللت اول قطعه بلاستيك النايلون بقليل من المي المثلج، دائما استعمل مي مثلج، واخذ القطعه من العجين. راح احاول دائما ابلل ايدي بالمي المثلج، افتحها فتح مبدئي اول شيء. طبعا تعتمد كميه اللي اخذناها على يا حجم انتم راح تسووه، فاني راح اسوي حجمين مدوره، هذه تقريبا 11 انش اياها، وهذه الاخرى تقريبا 8 انش. وراح اسوي المربع همينه، بس راح اخذ قطعه لف من البلاستيك وهم ابللها واخليها فوق العجينه، وراح نفتح العجين على شكل مستدير. طبعا انتم بالرقه اللي يعجبكم سووها، اكو ناس يعجبهم سووها اكثر ثخينه، بس انا يعجبني اسويها كلش رقيقه وتكون تقريبا مثل الورق رقيقه، بس اكو ناس يعجبهم يسووها اثقل، همينا مو غلط. قطعة النايلون اللي خليناها وراح أقص الزيادات من عندها، أبلل حافات القبغة هذا حتى ما تلزق عليه. هذي هسه تشوفون شقد رقيقة إياها، تقدرون تشوفون ضوء من عندها هالقد رقيقة إياها، كنت أتمنى تشوفوها. هسه راح أنصفها هنا أنا. نفتح القطعة الأخرى، أحاول أني دائما قدر الإمكان أن أفتحهم كلهم وبعدين أبدي أحشي، تسهل العملية كلش. أسرح نفتح الكبب اللي راح تكون حجمها أصغر، صراحة ناخذ كمية عجين شوية أقل طبعا، وراح نفتحها بنفس الطريقة. هسه راح افتح المربعة. اول شيء انا بصراحة كلش تعجبني هاي اللي اسويها المربعة، من تنقص كلش بطريقة مرتبة كلش، وبس السبب الوحيد هو هذه اللي سويتها مدورة ما راح اخلي بيها الكشمش واللوز، وهذه راح اخلي بيها كشمش واللوز حتى نفرقها واحدة من اللوز، احسن ما نقعد نفتح واحدة بواحدة ونتأكد اذا بيها لو لا. صراحة اسوي المربعة. هسه كمية من العجينة ما فتحناها كلها، طبعا العجينة اللي سويناها تقريبا نحصل 8 الى 10 كوب حسب الحجم اللي انتم راح تسووها، بس هسه فتحنا كمية شوية بس، يعني تقريبا نص الكمية، وراح نبدي نحشي. هسه راح نبدي نحشي، فهذه المدورة راح احشيها بالحشوة بدون كشمش ولوز، وهذه المربعة راح اخلي بيها الكشمش واللوز. سو هنا اخذت قسم من الحشوة راح اضيف لها الكشمش واللوز محمص شويه، راح اخلطها كل زين. Thank you.
خلينا كمية الحشو نعناع على الكبة القسم الأسفل، رح نفرشه بالتساوي، نتأكد بأنه خلي قليل من الحفرات بالحشو حتى تلزق القطعتين سوا. طبعا هاي الكبة أكلة مهمة كلش، تقدم كل المناسبات، وناس يسووها بالأعياد والمناسبات الخاصة. والشيء الزين بيها بأنه تقدرون تسوون كمية زينة تخلوها بالفريزر قبل ما تطبخوها، أو حتى بعد ما تنطبخ تقدرون تحفظوها بالفريزر وتكون جاهزة دائما لكم. بس تأكدنا بأنه الحشوة كلها توزعت بالتساوي، راح آخذ القسم الآخر وخليه فوق هذا الطبق. نبدأ أول شيء من الوسط، نتأكد بأنه راح نتخلص من أي هواء يكون موجود على الكوبا حتى من نسلقها ما راح يصير عندنا أي مشكلة، ونحاول نلصق الحفاظ بهاي الطريقة. راح أشيل قطعة البلاستيك، أبلل إيدي القليل من الماء المثلج، أتأكد بأنه الحفرات بتكون ملزوقة كل زين. مثل ما تشوفون حشينا قسم من الكبر، هسه كل ما نحشي قسم من الكبر راح ناخذهم ونخليهم بالصواني مثل هذه، وحتى نخليهم بالثلاجة لمدة على الأقل ساعة إلى ساعتين حتى يبردون شوية قبل ما نبدأ الطبخ. راح نترك الصواني هذه بالثلاجة لمدة ساعة إلى ساعتين قبل ما نبدي بسلقهم أو قليهم أو طبخهم بالطريقة اللي احنا نريدها. المي هنا طبعا خلينا مي، مثل ما تشوفون هاي الصينية المربعة للكباب اللي سويناها المربعة، والمدورة للمدورة راح نخلي المي ده يغلي، راح نخلي قليل من الملح، راح نبدي نسلق الكباب. طبعا مثل ما تشوفون بس تبدي الطوف معناها انطبخت الكوبا. نستمر نسلق نفس الكوبا كلها بنفس الطريقة، نتركها لعدة دقائق حتى نتأكد انه تبرد كل شيء قبل ما نقدم. الطريقة الأخرى اللي نطبخ بها الكوبا هي نقليها. طبعا هواية من الناس يحبذون الكوبا المقلية، صورنا سلقناها طبعا نشف شوية، نتركها شوية حتى تنشف ينشف المي مالتها، ونحمي قليل من الزيت هنا وراح نقليها من الصفحتين الى ان يكون لونها تقريبا ذهبي. الزيت حمى زين، نقلي الكبة ونقليها لمدة دقيقتين الى ثلاثة من كل جهة. راح نقلبها على الكبه. وطبعا مثل ما تشوفون هنا سلقنا الكبه، وورا ما سلقناها قلينا واحده من عندها. بس انا طريقتي المفضله واسهل طريقه اللي هي واشوفها اكثر صحيه هي بانه نشويها بالفرن.
سو هنا أنا عندي الكوبا، اخليه عندي هنا فويل، احطلي قطعة بارشمنت بيبر على الفويل، وراح اخذ الكوبا اخليه هنا على الفويل على البارشمنت بيبر، اخذ قليل من الزيت عليها، حط تحمض زين، كمية قليلة كلش ما يحتاج أكثر، أخلي عليها قطعة لوح بارشمنت، وأحطها قطعة لوح فويل، وهذي راح نشويها بالفرن 450 لمدة 30 إلى 35 دقيقة إلى أن تعرج. أشكركم شكر جزيل لمتابعتكم برنامجنا اليوم سميرة سكيتشن. برنامجنا اليوم سويت لكم كبة الموصل أو كبة كبار، طبعا اللي هي أكلة كلش مشهورة عراقية وتقدم في المناسبات الأعياد، المناسبات الخاصة، وماكو بيت طبعا ما يخلى من هذه الكبب السنة كلها. وطبعا طبخت لكم إياها بثلاث طرق، سلقنا قسم من عندها، قلينا ورما سلقناها، قلينا واحدة من عندهم، وهنا شويتها بالفرن، وهذه المربعة اللي هي حشيتها بالحشوة اللي بيها الكشمش واللوز، ذات شوية تختلف من هذه الأشكال الأخرى. إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات لذ وأطيب. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram and Facebook. Recap for today's episode. Today's episode we made kubba mosaliya, which is the large kibbe, very famous Iraqi food, and it's served in many special occasions or for big events. To make the paste, I washed the burgol and the jerish and soaked them for 20 minutes. I prepared the filling. So I heated some vegetable oil in a skillet. I added the onion, sauteed until soft. And then I added the spices and salt. Just stir for couple minutes. Then I added the ground meat, mix well, and set it on the side to cool completely. Then drain. And then I took handfuls of the mixture and squeezed out water. Placed them in a large mixing bowl. And then I added the lean meat and salt. Mix well to form a smooth paste. I added some water if needed, little by little as needed, and then took portions of the paste at a time and processed it using a food processor for a few minutes. Then I took a portion of the paste of the size of an apple, rolled it out in between two pieces of plastic, brushed with water. Roll it out into 8 to 10 inches circle, about quarter to half an inch thick. Peel the top piece of plastic off using the top of a saucepan to form a perfect circle. Then I placed some filling in the center of the paste, spreading it out to cover the circle. Place another circle on top of filling, lining it up with the bottom circle pressed together using the plastic piece, peel plastic off and seal the edges together with wet hands. Refrigerate for at least 1 hour, or you can freeze them. For the square ones, I added some raisins and almonds to the meat filling, and then I rolled them out into the shape of the square and then fold them exactly the same way. I used three different kinds of methods to cook the kibbe. The first option is place some water and salt in a deep frying pan and bring to a boil. Place kibbe into boiling water. Cook for about 7 to 10 minutes. Will float on top when cooked. Remove it from water with special kitchen utensils to drain excess water and set it on the side. Option two is to fry the kibbe. I placed some oil in a frying pan and fried the boiled kibbe on both sides until golden. Option three is kibbe can be baked by brushing both sides of kibbe with oil or shortening
wrap with parchment paper with foil and bake in 450 degrees for about 30 to 40 minutes.